اليوم الأحد 25/10/2020 تتسلم مديرية أوقاف المنيا الدفعة 17 من لحوم سقوق الأضاحي لهذا العام. زينة هذه الدفعة 3 أطنان، يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا من لحوم سقوق الأضاحي لهذا العام 61 طن، 61 طن لحوم أضاحي لهذا العام وصلت مديرية أوقاف المنيا. ومديرية أوقاف المنيا بقياداتها وجميع العاملين بها يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة لاهتمامه بالمحافظة، والشكر الخالص لجميع السادة القياديين بالوزارة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبة. وكل عام وحضراتكم بخير. لا تنقضي نعم ولا تحصى على مر الدهور، واسع الخلائق حلمه مهما اتخذوا من شرور، يتوب ربنا على من تاب ويقبل على من أناب ويجبر المقصود. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب النبي وعلى الصحب والآل ومن تبع ونور الصلاة عليه بصائرنا والقلوب. فبحمد الله تبارك وتعالى وصلت عربية لحوم سقوق الأضاحي من قبل الوزارة في اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، وذلك من أجل توزيعها على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف. وبداية نشكر أستاذنا معالي الدكتور الوزير أستاذنا الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الأوقاف لاهتمامه بهذه المنظومة الاجتماعية، وحرصا منه على إيصالها للمستحقين في جميع المحافظات في مصر بفضل الله تبارك وتعالى. كما نشكر جميع القائمين على مشروع توزيع لحوم سقوق الأضاحي في وزارة الأوقاف، وبفضل الله تبارك وتعالى النهاردة وصلنا على 3 طن لحوم سقوق أضاحي، ليكون إجمالي ما تم وصوله لمديرية أوقاف بني سويف 61 طن. نشكر أستاذنا معالي الدكتور معالي وزير الأوقاف، نشكر القائمين على هذا المشروع الخالص لوجه الله تبارك وتعالى، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح هذا المشروع الاجتماعي الرباني، حيث أنه يصل إلى الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا لجميع المستحقين في هذه المحافظة بيت الطيب أهلها. شكرا لكم وجزاكم الله عنا كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.